We'll start it. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. له الملك. له الملك. وله الحمد. وله الحمد. يحيي ويميت. يحيي ويميت. وهو حي لا يموت. وهو حي لا يموت. أبدا أبدا. أبدا أبدا. ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام. بيده الخير. بيده الخير. وهو على. وهو على. كل شيء قدير. كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وحده. وحده. لا شريك له. لا شريك له. له الملك. له الملك. وله الحمد. وله الحمد. يحيي ويميت. يحيي ويميت. وهو حي لا يموت. وهو حي لا يموت. أبدا أبدا. أبدا أبدا. ذو الجلال. ذو الجلال. والإكرام. والإكرام. بيده الخير. بيده الخير. وهو على. وهو على. كل شيء قدير. كل شيء قدير. Can you translation? There's no worthy of worship against Allah. He is the one. He is alone and he has no partner. To him belongs the kingdom and for him is all praise. He gives life and causes death. He is alive and he will not die, never ever. Possessor of majesty and reverence. In his hand is all good and he has power over everything. In Urdu, Allah ke siwa koi maabood nahi, wo akela hai, uska koi shareek nahi. Usi ki badshahi hai, usi ke liye badshahi hai, usi ke liye tareef hai. وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں بلائی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے So I read it, listen carefully, I'm reading it, the whole thing together لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير Do practice with this video, inshallah it will help you. Okay.